خالد الاخت زريفه اكيد اهلين. تفضلي، شو بدك تقولي للاخ سامر؟ الواقع ان الاخ سامر انت اجود وحده بوديه فينا مكاتيب وصور وبدير بال عليك. لا بالعكس، بودينا كلياتكم. شو السبب؟ لا انت بالذات يعني. هو انا اول شيء اكبر وحده فيكم. ولازم كلياتكم تحترموني وتيجوا علي وتحطوا لي مكاتيب. طيب. وعشان هذا انا اجود وحده بوديه، عشان انا اكبر وحده يعني، بتعرف انكم دائما تحترموني. طيب يا ترى، انا بعرف انه الاخ ابو سامر بكى قبل ما يروح على الاوتيل بانه يميل ويقعد يشرب قهوه هان فش تيجي يقعد في جنبك على البابور، يا ترى بتفطني له شيء؟ لا يا معلوم يعني. معلوم كنا بعمل البابور بطانة الفش كل دقيقة كل ساعة. ابدا؟ ابدا بطانة كل ساعة. طب بتتمني تشوفي وقت قريب ولا انت تروحي هناك ولا كيف ولا شو؟ لا اروح انا، صعب، وين اروح انا هناك؟ صعب. أنا لو إن شاء الله نتمنى نشوفها بعد سنة سنتين يعني. طيب كيف الصور؟ الصور مرتها إن شاء الله عجبتك؟ عليها أنت شايفة حلوة بتجنن. تمام يعني؟ وريت حلوة للناس، حلوة بتجنن. أبدا أبدا. أما يجي حدا كله يشوفها المكتوب يشوفها الصور محلاها. مرت أخوش الجديدة. مرت أخوش بتجنن والله حلوة. يعني حبيتيها؟ يعني. حبيتها من جوا قلبي. يا هبتي. يمنع دير بالها عليها ما يبلش يصيح فيها زي ما سمعت ويتخلق فيها وإشي، لازم يحبها ودير بالها زي هي ما بتحبها ويحبها. وبعدين بدي منها يوم ما يجي يجيبها معاه. يقول محفوظ فيها، اتمنى يجي ويجي معي انا وياها. بدك تحكي معاها؟ بحكي معاها وبحكي بترجم بيني وبينها، الي ولها. طيب. هاي خالد بحكي معاها وانت بتحكي معاها. هلقيتها نترك الاخ خالد بدون اسئله او بدون اي شيء للتحدث مع خالي يوسف، وخاصه بعد السؤالات الكثيره التي كانت رسائلك في كل رساله وفي محادثتنا مع التحكي. يا خالد. فابني من الاخ خالد انه يحكي اللي بده اياه، نعطيه 5 دقائق من الوقت. جاء حدا. بهمش بهمش اللي جاي يدخل. تفضل. انا ما يرفضك. هذا اللي بيشتغل مع ابو خالد. بروح كل يوم ثابت بسهر في الشغل، بنام هناك ويوم الاحد بيشتغل للمغرب بروح. شغله منيح يعني من ثابت. تفضل. هيا اجى صاحبه بدي اروح وياه على الشغل. احكي يا خالد. أنا شو بدي أحكي؟ على حساب ما حكي، يلا. أنا عشيت. دام يكون هزاعة طاحت. طب خلينا إحنا ملوخية مع جاجة. أنا مستغرب عن عدم مراسلتك إلى. هذا بكيت بدي أقوله يعني. أول شيء يا خال، نعرفش عنك، عندك الدنيا صباح. بقول له عنك بكيت. يلا. اول شيء بنعرفش ان الدنيا عندك اكيد صباح ولا مساء، يعني بنقول لك مسيك بالخير ولا صبحك بالخير. على كل بنقول لك الله يسعد اوقاتك بكل وقت. اول موضوع بدي اقول لك اياه بالنسبه للمراسله، انا كتبت لك بالمكتوب ان يعني مش قضيه وقت، انما قضيه عناوينك انت المزبوط كل يوم في بلد، وكل دقيقه لك مكتوب عليه عنوان شكل، يعني بعرفش بالضبط عنوانك 100%. لو بعرف عنوانك بالضبط انه بصلك المكتوب كل يوم بكتب لك رسالة، يعني مش راح تحصل لا من ورقة ولا من كلام. هذا بالنسبة لموضوع الرسائل. بالنسبة لأخباري زي ما بتعرف يعني نفس الاشي، هي كويسة الحمد لله، توظفنا وخير. بالنسبة لأحوال المخيم زي ما هو، ما فيش اي جديد. لازم تتجوز يعني، شو بدنا نقول لك يا خال؟ طبعا بنفتقدك في كل وقت يعني بدون يمين. وانا في البدايه مش حاب يعني احكي لك ليه، لانك انت دائما يعني معنا، يعني ما تتصور انك انت غبت عننا، يعني غياب الجسد لا يعني هو الغياب الحقيقي، انت دائما معنا، كثير بتكون معنا في السهرات، كثير دائما بنجيب سيرتك، يعني مجرد ان نقول يوسف بكى ويوسف راح ويوسف اجى معناته انك انت بيننا، وانت مزبوط دائما بيننا وخاصة عندنا يعني هان، لانك بتعرف محبتك لنا كثيرة زيادة عن اللزوم، اكثر من محبة خان. فمش هادي يعني شو بدنا نقول لهالانسان هذا يعني الحقيقة. الله بيعلم قديش احنا مشتكين لها في الوقت الحالي الله بيعلم. بعدين ولك شو الصور اللي مصورها؟